السلام عليكم. حرمتين يا إخوان مدة سنة كاملة وقرابة ولا يكلمون بعض. تدرون شو السبب؟ لا المشكلة ولا هم. السبب الأساسي بينهم نمام. النمام هذه حرمة جت ونقلت الكلام هذا للثانية ثم قالت لها لا تعلمين وحلفتها قالت لا تعلميني وصلت لك الكلام هذا كله. قامت هذه كلمت قالت ليش أنت قلتي فيني الكلام هذا؟ قالت الأولى والله ما قلته. من اللي قال لك؟ قالت ما أبغى أعلم لأن اللي بصلت لي المعلومة حلفتني. وبقي الخلاف سنة كاملة. أنا ودي أعرف ماذا يستفيد اللي ينقل. يعني أنت هل بالنقل هذا خصوصا إذا قلت أنا ما أبغى أحد يدري عني وش تستفيد؟ أنت ناصح؟ ولذلك لا يدخل الجنة نمام. أعظم من الغيبة وهي كبيرة من كبائر الذنوب النمام. صلى الله أن يجنبنا وإياكم. فاحذروها واحذروا نقل الكلام وأحسنوا الظن بالله.